عموما ماتشات الاهلي والزمالك كابتن احمد، يعني ينفع الواحد يستنتج اللي هيحصل فيها بناء على المعطيات اللي عنده او الورقه والقلم بيقولوا ايه والارقام بيقولوا ايه، ولا دايما لماتشات الاهلي والزمالك خصوصيه شديده من ضمن مفرداتها انت صعب التكهن او التوقع النتيجه هتكون عامله ازاي، ولا حتى الاداء هيكون عامل ازاي؟ طب بص، المباراه الكبيره بالذات مش الاهلي والزمالك بس، الاهلي والزمالك مباراه من طابع خاص، يعني شكل المباراه نفسه بيبقى ملهاش دعوه شكل النادي الاهلي ايه او نادي الزمالك ايه في الفتره اللي قبلها. صح. طبعا لان كل النادي الاهلي او نادي الزمالك فيهم لعيبه كبار، في لعيبه فيهم بتعمل الفارق، في لعيبه فيهم لما بتكون فايقه بتخلي شكل المباراه مختلف. مش عايزين يعني نتخدع في شكل الزمالك الفترات اللي فاتت والاداء اللي هو خسارات وتعادلات، لكن مباراه السوبر دي مباراه على بطوله. ايوه، فهيبقى انا متهيألي النادي الاهلي اخر بطوله البطوله رقم 17، البطوله دي جت 18 ان شاء الله لما ناخدها تبقى 18 باذن الله، يعني متهيألي على فكري يعني كانت 17 الاخيره ان شاء الله. فاحنا احنا ليدنج برضو عليهم في بطوله السوبر. فالمباراه نفسها مباراه صعبه جدا مع مدير فني لسه جاي كولومبي. عنده طموحات، عنده عايز يثبت اقدامه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، عايز الجمهور يحبه. انت عارف مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بالنسبه لاي من الجمهورين، انا احب المدرب امتى؟ لما بيكسب الزمالك. تلاقي المدرب ده بالنسبه للجماهير النادي الاهلي مدرب كبير جدا حتى لو في اخفاقات ثانيه. بس في تخوف كبير من جماهير الزمالك، لان كانوا بيتحدثوا ان فعلا فكره ان انا اول ماتش قوي كبير مع مدير فني جديد، هل هي نقطه لصالحهم ام لا؟ البعض بيقول ان هي نقطه مش لصالحهم تماما. وارد هو ممكن يدي مجموعه مثلا لعيبه ما بتلعبش خالص، يقتنع مجموعه بالزبط بتلعب، ممكن لعيبه يعني. لسه ده هيبان الفترة اللي جاية. وعنده متهيألي برضه يعني خمسة خمسة، عنده مثلا بتاع داخلين على 20 25 يوم هيلعب مثلا في ماتشين ثلاثة في الدوري هيقدر يشوف. بس برضه يعني مستر الكولر من ساعة ما جه غير دلوقتي، قعد فترة طويلة جدا في أخطاء كتيرة جدا كانت بتحصل. بس ليه؟ لأن برضه ما عندوش معايشة مع كل اللعيبة، ما عندوش معايشة في مواقف كتيرة جدا في الملعب، ما عندوش معايشة في ماتشات أفريقيا. فدلوقتي حتى نقول إيه، لا ده مستر الكولر في ماتش الهلال عمل التغييرات زي ما قال الكتاب. أيوة خلاص. ماتش لانه فعلا بقى خلاص احنا كمان واحنا قاعدين احنا عارفين هيعمل في الوقت ده، لو ما عملش كده احنا كمتفرجين احنا عشان بنتفرج على النادي الاهلي بقى هو تحس ان هو كان سامعنا اصلا. خلاص دلوقتي تحس هو سامعنا بقى مننا يعني معانا بالظبط. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي كمان المستوى متقارب جدا من اللعيبه، يعني انا كمدير فني لما بيكون عندي كواليتي من اللعيبه او سكواد الاساسي زي الاحتياطي دي حاجه حلوه جدا. حته المساكين اذا كان عبد المنعم اذا كان ياسر اذا كان ربنا يشفيه رامي ربيعه متولي معلول ناحيه اليمين مثلا لو اتكلمنا محمد هاني او خالد عبد الفتاح عادي جدا. دلوقتي نص الملعب اللي عندنا ما شاء الله لو لعبت، يعني دلوقتي ديانج اللي هو جاي لهم عاد احتراف من مبلغ كبير جدا دلوقتي بيقعد ما بيلعبش مثلا خمس دقايق. ليه؟ لان جبت صفقه من احلى الصفقات اللي انا بشيت بيها دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي، مروان عطيه من اللعيبه المميزه جدا اللي صحيح. فعلا لعيب جماهير النادي الاهلي جدا مبسوطه بيه، لعيب هايل. صحيح. اتكلم على حمدي فتحي يبعد ويرجع ما شاء الله بيرجع من احسن ما يمكن، السولاي بعد الاصابه ما شاء الله. فعندنا الاربع لعيبه بتوع نص الملعب اي حد فيهم بيلعب، فالحمد لله ما عندناش مشكله. قدام كهربا بيلعب محمد شريف، حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر احمد عبد القادر، ما شاء الله سكواد على اعلى مستوى. هو الحقيقه الفتره الاخيره احنا شفنا يعني ريمونتادا بمعناها الواسع للنادي الاهلي، يعني لو رجعت بحضراتكم بالزمن شويه لورا لذكرى ما هياش عطره قوي بطبيعه الحال ماتش سان داونز، ناس كتير كانت متخيله ان اللي هنشوفه من النادي الاهلي بعد ماتش سان داونز هيبقى فيه شيء من الاهتزاز، هيبقى فيه شيء من عدم الرضا من قبل الجماهير، لكن احنا شفنا العكس الصحيح، احنا شفنا وقفه نتج عنها اللي احنا بنتكلم عن تفاصيله. محترم صحيح. النادي الاهلي لما بيحصل اي هزه في الفرقه او اي مباراه بتسقط منه من حساباته الحمد لله بيقدر يرجع تاني، ما بياخدش فتره كبيره
ان هو عشان يرجع يبقى فيها هزايم تانية او الفريق مثلا يتبعتر زي ما بيقولوا. لا ده هو الحمد لله بيقدر يرجع بسرعه زي اللي بيحصل في المباراه، بيجي في جون واخر ربع ساعه بيجيب جون او بيرجع للماتش بسرعه وبيكسب ياخد بطوله. نفس الكلام في المباريات، ماتش صن داونز ده كان له ظروف خاصه، مش عايزين بقى نقول اعذار بس هي طبعا بتبقى مؤثره على الفرقه. بنلعب الساعه 3 والجو كان صعب جدا ومباراه بره ملعبك وبتحصل ورده قبل كده، انت ممكن تتغلب نفس المباراه زي كده وتطلع تلعب نهائي. فالاهلي بيقدر يرجع تاني، فالرجعه كانت قويه جدا جدا. قدر المدير الفني زي ما قلنا يتاقلم مع الفرقه وعرف امكانيات كل واحد وعرف يتعامل في المباريات الصعبه ازاي، من تغييرات من قراءه المباراه، فالحاجات دي كلها بتفرق. غير اما واحد مثلا بيجي يحصل له هزه يروح واقف مكانه زي بعض الفرق، مش عايزين نذكر يعني، ممكن تغلب ماتش يجر ماتش تاني ثالث رابع هربت منه خلاص بعيد عن المنافسه، ممكن يطلع مثلا في الحصاد ما ياخدش اي بطولات. لا الحمد لله الاهلي بيقدر يرجع لان عنده امكانيات لعيبه جامده جدا ومدير فني على مستوى عالي، والاستقرار ما تنساش الاستقرار الاداري ليه دور كبير جدا أكيد. جدا في مسيره النادي الاهلي أكيد. لو الهزه دي حصلت مع اي فرقه والحته الاداريه حد اتدخل مع اي مدير فني طلعه بره يا اما خرجه عن الشغل بتاعه، هيبقى مفيش تركيز صحيح، تفكيره هيتشتت لا يعرف يحط فيه، هتهزه يبقى فيه اهتزاز. انما طول ما انت مستقر مين اللي بيولد الاستقرار ده؟ الحمد لله المنظومه الاداريه في النادي الاهلي. كل التقدير والاحترام لمجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، فاشد الظروف وفي كل المحن تلاقيهم موجودين. ماتشات بيبقى الناس صحيح. مش قادره تمشي وتلاقيهم ورا الفرقه، فالحاجات دي كلها اللي بترجع اللعيبه، بترجع الجهاز الفني. فالحمد لله الاهلي قادر وبيرجع في اي وقت لان بالامكانيات اللي موجوده عنده. حلو جدا، ربنا يسهل وتبقى مباراه قويه وتحسن باذن الله كالعاده يعني لصالحنا. نخش على الدوري بقى شويه. ايه بقى؟ مباراه فاركو، مباراه فاركو. انا شايف مباراه فاركو البعض بيقول ان هي هتبقى مباراه سهله ومحسومه خلص. انا اكيد واحنا كلنا كاهلي احنا عمرنا ما بنشوف ده يعني. بصي لازم تيجي تفكري كده، فكري في مين اللي ماسك فاركو قطار العشر. قطار العشر دي ذكريات كبيره جدا مع النادي الاهلي، في فرق كتيره جدا ماسكها من ايام الحرس الحدود وفرق كتيره الجيش وسموه. عامل مباراه قويه جدا كابتن طارق، من المدربين اللي بيشتغلوا بسيستم معين ومنظم جدا والحته الدفاعيه وبيذاكر كويس قوي. الحته الدفاعيه عنده فاكره في وقت من الاوقات مستر جوزيه كان بيشيد بيه وكان قال لك ده خلفت يعني في الملاعب، لانه فعلا في وقت من الاوقات كابتن طارق العشر مع حرس الحدود خد بطولتين كاس مصر من النادي الاهلي يعني من الناس المصنفه واخدين بطولات في مصر يعني. كابتن طارق شكل اللعب اي فرقه بيشتغل بيها السيستم بتاعه بيغلب على اداء اي فرقه يعني صح. حتى ممكن شخصيه المدرب ساعات اللعيبه بتبقى اقوى منه يعني شخصيه اللاعب بتبقى اقوى منه في ادائه في اللعب يعني انا ادائي لا متغلب على شخصيه المدرب، حاول يقنعني ان انا العب بشكل معين لكن انا لا كلاعب شخصيتي اقوى، لكن كابتن طارق بيفرض اسلوبه على اي تيم بيمسكه فبيلعب بشكل معين، بيعمل دفاع منطقه صعب جدا، بيلعب على المرتده كويس جدا، بيشتغل الكور الطويله، فمباراه بالنسبه له مباراه مع النادي الاهلي مباراه بتبقى صعبه جدا 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 جدا. هو دايما من قديم الازل، وطبعا قبل ما اقول اللي انا بصدد ان انا اقوله لازم نقول ان اكيد كل التقدير والاحترام لكل الفرق أكيد. انا هنا بتكلم بشكل عام، بس حتى لو في فريق بعافيه حبتين يعني الفريق نفسه بيجي قدام النادي الاهلي يعني فاهم ازاي بيتألق. يجي عند الاهلي وتلاقيه يتعاملق. ما انا هقول المقوله اللي دي سمه دايما من قديم الازل الحكايه دي. ما دي انا في مقوله انا قلتها هنا قبل كده عمري ما هنساها وحافظينها واحنا صغرنا، قالها لنا الله يرحمه كابتن طارق سليم. اللي هي مقوله قالها لنا كابتن طارق سليم لما كنا نروح نلاعب اي فرقه يقول لك يا جماعه خلي بالكم مثلا الفرقه عندها مشاكل وخسرانه من الدنيا كلها وجايه تلعبنا، قال لك يا جماعه احنا عارفين ان اللعيبه اللي جايه تلعب النادي الاهلي الفرق اللي زعلان من امه بيصالحها يروح يبص، اللي مطلق مراته بيصالحها، اللي مطلق مراته كمان، اللي مزعل اخوه عشان يروح يسعد النادي الاهلي اي والرئيس رئيس النادي اللي مزعل اللعيبه وخصم منهم بيجيب لهم الفلوس، كل المشاكل بتتحل قبل ما اروح العب النادي الاهلي عشان انا راح العب البطل عايز اعمل قد مبركوز. فالمقوله دي عمري ما انساها، فبسمع اي مشاكل لا ده راح العب النادي الاهلي فانا عارف القصه دي.